زكت عملية إعادة الفرز اليدوي للأصوات في الانتخابات العراقية، زكت فوز تحالف سائرون الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالانتخابات التي أجريت في 12 من مايو أيار الماضي. ويفترض أن تصادق المحكمة العليا على النتائج النهائية لتبدأ عملية تقديم الكتلة الأكبر داخل البرلمان لمرشحها لرئاسة الوزراء للتصويت عليه داخل مجلس النواب. ويأمل العراقيون في أن يسرع انتهاء عملية الفرز اليدوي مسار تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وذلك مع استمرار الاحتجاجات المطالبة بمكافحة الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية. لم يأتي العد اليدوي لأصوات الناخبين إلا بنتائج طفيفة لعملية مثيرة للجدل. وبعد 5 أسابيع من الترقب أظهر الفرز اليدوي بقاء تسلسل الفائزين دون تغيير، حيث حل ائتلاف سائرون بزعامة مقتدى الصدر بصدارة الانتخابات، فيما أضيف مقعد واحد لائتلاف الفتح الذي يمثل فصائل الحشد الشعبي الذي حل بالمرتبة الثانية. سنشهد استبعاد بعض الفائزين وأيضا صعود فائزين آخرين. لن يحدث تغيرا جذريا على مستوى الأرقام التي دفعت بها مفوضية الانتخابات. النتائج أظهرت تطابقا مع النتائج الأولية في 13 محافظة من أصل 18، وتم تسجيل مخالفات تزوير في 5 محافظات أخرى، ما أسفر عن استبدال أسماء فائزين بآخرين من القائمة ذاتها. نقدر ونثمن عمل السادة القضاة المنتدبين بعملهم، نأمل أنه يكون هناك تغيير حقيقي بنتائج الانتخابات على الأدلة والإثباتات التي قدمها الطاعنين في نتائج الانتخابات. الأسابيع 5 الماضية كانت حبلى بالمظاهرات والاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة التي تمثل الأحزاب المتنفذة، بدأت شرارتها من البصرة جنوبا وانتقلت إلى 6 محافظات من بينها العاصمة بغداد للمطالبة بحكومة قوية تحارب الفساد وتقدم الخدمات. 3 أشهر مضت على إجراء الانتخابات حملت معها الاحتجاجات الشعبية في 7 محافظات جنوب البلاد على فشل الأحزاب الحالية بإدارة مقاليد الحكم وتقديم الخدمات وتفشي البطالة، لكن نتائج الفرز اليدوي ضربت عرض الحائط بمطالب المتظاهرين ورجحت كفة أحزاب السلطة. بحسب المتظاهرين، طارق ماهر، التلفزيون العربي، بغداد. ينضم إلينا من عمان الأستاذ غازي فيصل، المستشار في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية. مساء الخير أستاذ غازي، وأهلا وسهلا بحضرتك. إذن يعني ثبت الفرز اليدوي النتائج التي حصلنا عليها في بداية عملية الفرز، برأيك بداية هل ستقبل اليوم الكتل السياسية والأحزاب بنتائج هذه الانتخابات، وهل قد يرتضون بالفعل بحكومة يأتي على رأسها تيار سائرون بقيادة مقتدى الصدر؟ من المؤكد أن هذه النتائج هي تشكل جزء يسير من مجموع العملية الانتخابية. أحب أذكر أيضا أن هذه الإجراءات للعد والفرز اليدوي شملت الصناديق والنقاط اللي كان عليها اعتراضات وتحفظات وشكاوى وطعون سجلت من المرشحين. إذا أشار السيد رئيس الوزراء أمس بادي أن موضوع هذه النتائج واعتماد المحكمة العليا الدستورية للنتائج من أجل تشكيل المجلس القادم ليس لها علاقة بالإجراءات الأخرى. أذكر أن مجلس الوزراء سبق أن حدد لجنة أو هيئة لتقصي الحقائق من رئيس المخابرات ورئيس الأمن الوطني والمدعي العام، وأجرى التحقيقات وتتابع ملفات تتعلق بالتزوير والع
الاعتداءات اللي حصلت والانتهاكات الكبيرة. أذكر بكلمة الممثل الأمين العام للأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي قبل شهرين حول الانتخابات، واللي أشار فيها إلى انتهاكات كبيرة وتزوير، وأيضا موضوع المراكز الوهمية، الحراك الشعبي المتغير، عندنا موضوع المخيمات للنازحين، بيع الأصوات وإلى آخره بالملايين. هناك رشا في الأردن، في تركيا، في غيرها من الأماكن، تزوير كبير. إذن نعم يعني سيد غازي، ولكنها نعم الآن حيال نتائج نهائية محدودة، قد تعتمد، هذا متروك الأمر للمحكمة الدستورية. نعم نعم نعم، لكن أيضا ننتظر محاسبة ومعاقبة المزورين والشخصيات اللي انتهكت والميليشيات أو الكتائب اللي قامت بالاعتداء أو بالضغط على الناخبين من أجل الترشيح لهذه القائمة أو تلك، وغيرها من الخروقات الكبيرة التي تقلل من شرعية هذه النتائج والانتخابات. أذكر أن ماكور اللي هو المبعوث للرئيس الأمريكي إلى بغداد أشار قبل يومين أن هذه النتائج نعم يعني الآن برأيك، دعنا نضع نتائج الانتخابات هذه جانبا ونتحدث عن الحاصل على الأرض، الاحتجاجات الشعبية المطلبية في تزايد وفي انتشار انتشرت من الجنوب إلى بقية المدن العراقية. نعم. هناك انتهاكات وفساد واتهامات الحكومة بالتقصير. أولويات الحكومة المقبلة بغض النظر عن الكتلة الأكبر، ما الذي يجب أن تأخذه بالحسبان، وما هي يعني الأولويات على جدول أعمالها برأيك؟ بالتأكيد أبرز أولوية هي مسألة الاستراتيجية الكبرى لمواجهة الفساد المالي والفساد السياسي والفساد الأخلاقي. الفساد المالي اليوم هو اللي مسؤول عن تدمير مؤسسات الدولة، والفساد المالي تمأسس في مختلف مؤسسات الدولة بالعراق، التشريعية والتنفيذية والقضائية. اليوم الفساد المالي كما أشار السيد العبادي يشكل تهديد خطير أخطر من الإرهاب على العراق. دون مواجهة هذا الفساد المالي لا يمكن تحقيق تحول في مجال الصناعة والزراعة والطاقة والبنية التحتية وإعادة البناء. إعادة البناء تكلف اليوم أكثر من 400 مليار دولار، الديون العراقية ارتفعت لأكثر من 133 مليار دولار وفق تقديرات البنك الدولي، العجز المالي 100 مليار. جيد، من أين تأتي الحكومة القادمة بالأموال من أجل إدارة الاقتصاد؟ نعم هناك فرصة لأسعار النفط، ارتفاع أسعار النفط اللي قد تتجاوز 100 مليار دولار، لكن وحدها لا تكفي من أجل تحقيق نهضة حقيقية وتلبية العجز الكبير في المجتمع. اليوم البطالة أكثر من 35%، تحديات الفقر أكثر من 40%، نستورد العراق أكثر من 92% من حاجته الغذائية، الصناعة مدمرة بالكامل، الطاقة، الكهرباء، المياه الملوثة، يعني هناك كوارث. هذه تحتاج إلى استراتيجيات كبرى لإعادة إعمار، لإعادة تشغيل المجتمع. الشعب في الجنوب عندما ثار، وفي الوسط في بغداد وفي المدن العراقية ثار. نعم يعني برأيك أمام هذه المهام الكبيرة والتحديات الكبيرة، ما هو الشكل الحكومة المقبلة الذي من شأنها التصدي لهذه الإشكاليات؟ إذا أخذنا بنظر الاعتبار هذه النتائج للانتخابات اللي هي على أرض الواقع، توزيع هذه المقاعد بالصورة اللي تابعناها أمس واليوم والنتائج الأولى، أصلا أولا لا توجد كتلة كبيرة حقيقية كما حصل في انتخابات 2006 و2010 و2014. اليوم المقاعد توزعت بطريقة متدنية بين الجميع. إذا نحتاج إلى تحالفات كبيرة و
واسعة بين مختلف الأطراف من أجل تشكيل الكتلة الأكبر للذهاب إلى تشكيل الحكومة. أنا من وجهة نظري الشخصية هذه القيادات اللي قادت البلد إلى هذا الدمار والخراب والفشل الاقتصادي الصناعي الزراعي الاجتماعي الثقافي العلمي الصحي، المدن المدمرة سيدتي لحد اليوم هناك جثث تحت الأنقاض في الموصل، المدن الغربية ما زالت مدمرة، الفلوجة، الرمادي، الموصل، تكريت، سامرة، بعقوبة، هذه يعني لا يمكن الحياة أو العيش في ظل هكذا تفكيك للمنظومة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. نعم، أشكرك جزيلاً. هذه الأحزاب عليها أن تغير بصورة جذرية من استراتيجياتها من أجل إعادة بناء العراق. نعم، شكرا لك من عمان الأستاذ غازي فيصل، مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية.